هلا والله فيكم في حلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة. طبعا عارفين الحين محتاج يعيد البداية دايما، لكن حاب أقول لكم اللي يخاف لا يكمل معنا الفيديو. وقبل ما نبدأ لا تنسون تضغطون زر اللايك وتشتركون بالقناة، والحين خلونا نبدأ. عنوان قصتنا الأولى هي 12 دقيقة. في عام 1987 كان في قناة محلية باسم WSB-TV2 في أحد مدن ولاية جورجيا الأمريكية، وكانت تحاول أنها تملي الفراغ في جدولها الصباحي بأي برنامج. اتفقوا مع شاب اسمه ريفرند مارلي بأنه يأخذ ساعة صباحية لبرنامج ديني ويتكلم فيه بشكل مباشر مع الناس ويعطي نصائح. استمر البرنامج بشكل يومي وجمع له كثير من المشاهدين حتى نهاية شهر ديسمبر، وفجأة بدأ الاستديو باستلام الكثير من الشكاوي الغريبة والخطيرة وكلها موجهة للبرنامج الديني. الشكاوي كلها كانت من نساء فقط، وكانت كلها تذكر بشكل غريب أنهم يحسون بشعور غير مريح في لحظة معينة من البرنامج. كانوا يشتكون من الصداع وألام بالظهر. النساء وبشكل غريب كانوا مقتنعين أن هذه الأعراض كانت بسبب البرنامج. وبعد أسابيع من التحقيق حددوا أنه بالضبط في الدقيقة 12 يجيهم هذا الشعور. الاستديو بدأ يشيك على كل معدات الاستديو من صوت وكاميرا وغيرها، لكن ما شاف أي شيء غريب وكل المعدات تشتغل بالشكل المطلوب. الشاب الريبرند لما عرف عن موضوع الشكاوي ما صار منه أي ردة فعل ولا حتى استغرب، وكل اللي قاله أن البعض ما يقدر يتحمل خطاب الدين. مدير الاستديو قرر أنه يكمل البرنامج وما أعطى أهمية للشكاوي. بعد شهرين بدأ عدد من المشاهدين يقل بشكل كبير، وقرروا أنهم ينهون البرنامج الديني وغيروا التوجه في أنهم يغطون الأخبار المحلية ومنافسة القنوات الثانية. وكان في خبر مهم بحالات إجهاض كثيرة في ذاك الوقت. كل النساء كانوا بحالات صحية ممتازة، وحالات الإجهاض وصلت إلى 300 حالة ولا في أي سبب واضح. والشاب الريفرند أخذ خبر إنهاء البرنامج ببرود ولا حتى حاول يقنعهم بإعادة البرنامج. خلص تصوير آخر حلقة وطلع من الاستديو، ومن وقتها ولا حد شافه. ومشكلة الإجهاض اختفت بعد 3 شهور من انتهاء البرنامج، وبدأوا الناس ينسون برنامج الشاب ريفرند وبعد سنة ونص من إيقاف البرنامج، موظف جديد في الاستديو اكتشف أشرطة البرنامج الديني وبدأ يشوفه، لأن عندهم برنامج ثاني بنفس الموضوع وحاب أن يستفيد ويأخذ معلومات. وهو يحاول يشوف أحد الأشرطة ضغط على زر الإيقاف في الدقيقة 10:45، وبالغلط ضغط على زر التقديم. ولما حاول يضغط الزر مرة ثانية وقف في الدقيقة 13:01. وهنا كانت الصدمة اللي خلت الموظف أنه يطيح من الكرسي من منظر اللي طلع له. راس مقطوع ومشوه بشكل مرعب. بدأ يتمالك نفسه وحاول أن يرجع ويقدم في الفيديو وتأكد من الصورة، وشاف كل التسجيلات وتأكد أن بعد دقيقة 12 الصورة هذه تطلع لمدة فريم واحد. وظن هذه مزحة من الموظفين الموظف الجديد، وكلم أحد التقنيين وترك يشوف الصورة. التقني خاف من المنظر وأكد أنه ما في أي أحد لمس الأشرطة من يوم إيقاف البرنامج. الموظف اتفق مع التقني أنه يساعده بعد ما يقفل الاستديو، واكتشفوا أن كل الأشرطة كان في هذه الصورة. والأغرب أن مع تقدم البرنامج كانت الصورة تصير أبشع، والوجه كان يصير في دود يأكل الرأس والجلد بدأ يتساقط. التقني أكد أنه مستحيل أحد يكون عبث بالأشرطة أو أضاف هذه الصورة. علموا مدير الاستديو بالموضوع وأمرهم أنهم يدمرون كل أشرطة عشان يحمون نفسهم، وحتى ما بيعرف من اللي كان السبب. التقني كمل حياته بشكل طبيعي، بس الموظف الجديد ما نسى وما قدر يترك الموضوع وأخذ نسخ من الأشرطة قبل ما يدمرونها. وبعد أسبوع كلم التقني عشان يساعده مرة ثانية، وقال له أنه اكتشف شيء مزعج أكثر من الصور لما جمع الصور كلها مع بعض بالترتيب. اكتشفوا أن الفم كان يتحرك وكأنه كان يقول كلمات. التقني خاف على وظيفته وقال له أنه يحرق النسخ وما يتكلم في الموضوع أبد. وبعدها بفترة الشرطة استقبلت اتصال طوارئ من وحدة كبيرة بالسن، كانت تقول انها سمعت اصوات عالية ومرعبة من بيت الجيران اللي كان ساكن فيه زوجين، وقالت لهم ان المرأة
كانت حامل وخايفة أن يصلها شيء. لما وصلت الشرطة بعد اتصال بعشرين دقيقة شافوا البيت بدون إضاءة، دخلوا بكل بطء إلى الصالة وشافوا المرأة ميتة وبطنها مفتوح والدم في كل مكان. كان أثر الدم ماشي إلى الكرسي في نهاية البيت. خلف الكرسي كان جالس زوجها الموظف الجديد بدون ملابس، وجثة ابنه اللي ما انولد عند رجله، وفي يده قطعة حديدية كان واضح أن استخدمها عشان يقطع بطن زوجته ويطلع الولد. التلفزيون كان يشتغل ويعيد نفس المقطع لمدة 18 ثانية صامتة لرأس المقطوع ويقول كلمات غير مفهومة. إلى الآن ما في أي سبب واضح للجريمة، والشرطة تقول أن الموظف الجديد كان يقول قبل لا يموت The light of God calls them، يعني نور الرب يناديه. قصة ثانية بعنوان أخاف من الموت. في كل مرة يكون في أخبار عن قتل وموت، خصوصا لو كان جماعي، لازم الأخبار تنتشر في البلد وبعدها بشكل عالمي. قصة من هالنوع كانت تنتشر على التلفزيون الآن، وكانت محلية ما انتشرت إلى الآن عالميا لأنها جديدة وتوها تحصل قبل تقريبا 10 دقائق. في الحي اللي أنا فيه شخص اسمه غير معروف دخل إلى 3 بيوت وقتل كل اللي فيهم. 11 شخص توفي، من بينهم أطفال ونساء وحتى حيوانات أليفة. والجزء المرعب في الموضوع أن القاتل ما سرق أي شيء من البيت. الشرطة حققت في البيوت أكثر من مرة وما لاحظوا أي شيء مفقود، لكن لاحظوا أن في كل بيت كان حوض السباحة مليان دم. بالعادة لما أشوف مثل هذه الأخبار ما أتأثر، الناس تموت كل يوم، لكن هذا الخبر انزعجت منه لأنه صار في حي قريب مني. كانت الساعة 1 بالليل وكنت تعبان، لكن ما قدرت أنام بعد ما شفت الأخبار. انتظرت 3 ساعات أتابع الأخبار وأشوف إذا في خبر جديد أو لا، لكن ما حصل أي شيء. وقررت أني أنام وقلت أكيد ما في حد راح يدخل بيتي. وفي الصباح طلع كلامي صحيح، ولا في حد دخل بيتي، بس الأخبار كانت تقول أن القاتل دخل بيتين وقتل عدد 5 أشخاص فيهم وبنفس الطريقة، الحوض كان مليان دم. الموضوع صار الآن عالمي والكل يتكلم عنه. الصحفيين كان واضح عليهم الخوف من القصة والأخبار بما أن بعضهم كان من نفس الحي. طلع في الأخبار الضابط المسؤول عن التحقيق وذكر أن كيف هو ومجموعة من الشرطة يدورون على القاتل، وأن كثير من الناس بدأت تطلع من بيوتها وتنتقل لأماكن أبعد. أنا كنت أفكر نفس الفكرة أني أنتقل لمكان أبعد، لكن الجرائم الأخيرة كانت في منطقة أبعد من الحي الأخير، لكن لازلت مرعوب أنه ممكن أي لحظة يدخل أي أحد لبيتي. لما صحيت في الصباح الثاني شفت الأخبار وكانت مفاجأة كبيرة، القاتل دخل 16 بيت بس 12 من البيوت كانت فاضية ما فيها أحد بسبب الخوف الناس وانتقالهم، لكن لازال 4 بيوت كان داخلها وقتل 15 شخص. والشرطة شافتها يدخل آخر بيت وحاصروه، برغم أنه في شرطة وكلاب حراسة إلا أنه قدر يهرب، ومع ذلك أخذوا صورة للقاتل ما هي واضحة ومضيئة، لكن تبقى صورة. هنا أنا خفت بشكل كبير، الموت يرعبني وبديت أبكي، بس بنفس الوقت ما كنت بيطلع من البيت لأني تعبت عشان أخذه. وبكل الحالات الجرائم بدأت تصير أبعد بكثير من مكاني، وعشان أحمي نفسي أخذت سلاح وتركته تحت مخدتي. وفي الأيام 4 اللي بعدها ما في أي أخبار، لا أخبار عن قاتل أنه دخل بيوت، ولا أخبار أنهم مسكوه، ولا أي شيء ثاني، بس الأكيد أن الشرطة تدور عليه. مرت 5 أيام وبدأت أخبار القاتل تختفي، عشان كذا قلت أكيد الوضع أمان وأكيد بيكون على طول أمان أني أطلع من البيت على الأقل في النهار بما أن القاتل يقتل في الليل. بس كان في حديقة قريبة من البيت، رحت لها عشان أشم هواء. الحديقة كانت فاضية وما في أي أحد، مو مستغرب بسبب الانتقالات اللي صارت والأخبار. الهدوء كان جميل لكن بنفس الوقت كان مرعب، عشان كذا قررت أرجع البيت. لكن شفت شيء تركني مذهول، كان هو اللي شفته في الأخبار وكان يناظرني. بديت أركض لكنه كان يقرب مني أكثر، وتذكرت أنه كان في غابة قريبة مني قررت أني أروح لها وممكن أهرب منه. ركضت لدرجة كبيرة حتى أني كنت راح أفقد الوعي. بعد 3 دقائق من ركض وصلت الغابة
وكنت أركض بين الأشجار وحاول أني أختفي عنه. بدأت الخطة تنجح، لكن جسمي أحسه قرب ينهار والنفس بدأ يصير ثقيل وأحس بألم صدري، لكن كل هذا يهون قدام اللي راح يصير فيني. بدأ يقرب مني أكثر بشكل خطير، والشيء اللي بعده صار أنه وقفني وكبل يديني، وكان الضابط المسؤول عن تحقيق ركبني سيارة الشرطة وما قال لي أي كلمة. كنت عارف مصيري، مصيري الموت، لأني قتلت 16 شخص بدم بارد، والمحسن أني كنت عارف أني راح أنمسك. عنوان قصتنا الثالثة، تجربة عام 1928. في عام 1928 روسيا قررت أنها تسوي تجربة علمية، كان موضوع اختبار أشخاص مشردين، ناس ما حد راح يلاحظ اختفائهم. وعنوان التجربة كان يبون يجربون كيف راح تكون ردة فعل جسم الإنسان بعد الموت. الأحداث اللي بنذكرها كانت من أحد يوميات العلماء في 21 من سبتمبر. توظفت أنا مع كثير من علماء أعضاء جسم الإنسان، وراح نبدأ بالتجربة بكرة مع 6 أشخاص. اكتسبنا ثقتهم لأن قلنا لهم راح نوفر لهم الأكل والسكن لمدة شهر مقابل اختبارات بسيطة. 22 من سبتمبر قالوا أن أكتب تقارير أسبوعية للأحداث، وعندي ورقة مكتوب فيها طبيعة العمل اللي راح نسويه مع بعض الأسرة والطاولات والكراسي والقليل من الأكل والماء، وكان مركبين على الجدار موزع للغاز. هذا الغاز يخلي الأشخاص ما عندهم رغبة في أنهم يعيشون، بعد فترة يخليهم مكتئبين لحد الموت، وليترك لنا فرصة في أننا نختبر كيف نرجح من الحياة. لو نجحت هذه التجربة راح يكون عندنا جيش من الزومبيز. 29 من سبتمبر حتى الآن 5 أشخاص كانوا بصحة جيدة، لكن السادس كان رجل 30 فقد وزنه وصار مجنون، جالس في زاوية الغرفة وينظر الباقي ويتكلم بلهجة غير معروفة، وبدأ يأثر على الباقي وصاروا مكتئبين. قررنا نحط لهم جثة حيوان ونسجل اللي راح يصير. 6 من أكتوبر أحد الأشخاص كان امرأة توفت في الليلة السابقة، صارت مريضة بعد ما لمست جثة الحيوان واللي كان فيها شكله انتقل للباقي، وأيضا حتى الباقيين مسكوا جثة الحيوان وجاهم المرض نفسه وصار يموتون واحد ورا الثاني. وتقدرون تلاحظون من الصورة المرفقة بأنها كانت شبه هيكل عظمي بسبب فقدان السوائل. راح نبدأ مرحلة الإنعاش بعد ما يموت آخر شخص. 12 من أكتوبر حاولنا نكون عقلانيين معهم، قدرنا نرجع بعضهم لكنهم ما صاروا يسمعون كلامنا، وأصلا هم قتلوا نص الطاقم الطبي، قطعوهم إلى نصفين وأكلوهم بكل بطء. الآن أنا محبوس مع 5 أشخاص لأن صاحب المشروع كان يشوف أن إحنا مصابين بنفس المرض وحبسنا معاهم من الخوف بين المرض ينتشر لأنهم كانوا كأنهم آلات قاتلة. 18 من أكتوبر هذه آخر كتابة لي، مر 12 يوم وأنا الناجي الوحيد، قفلت الباب على نفسي في دولاب المخزن، الآن هم قدامي ولا أقدر أهرب، أرجوكم قولوا لعائلتي أني أحبهم. تم إرسال المسؤولين إلى موقع الاختبار بعد شهر من اللي صار بملابس حامية، واكتشفوا هذه اليوميات وشافوا بأن هذه المخلوقات كسرت باب الدولاب وأكلت الرجل. كان يحاول يكتب شيء على الجدار بالقلم، كان واضح أنه ما يقدر يكمل الجملة. كان مكتوب: يا رب سامحنا، الأشخاص هربوا. حتى الآن ما في أي دليل واضح على سبب الاختبار، من هم الأشخاص وين راحوا. يعطيكم العافية على المتابعة، هذه كانت قصص مرعبة لهذا الأسبوع، أو خلينا نقول من فترة ما سوي قصص مرعبة، إن شاء الله راح نسويها بفترات أكثر، بس تعرفوا أن القصص قاعد ندور لكم إياها ونقل لكم إياها تنقية. وكالعادة لا تنسون زر اللايك للفيديو إذا عجبكم، وانشروا بين أصدقائكم، خوفوهم، وأيضا لا تخوفوهم بس يعني انشروا عشان يستمتعون، وأيضا اشتركوا بالقناة ولا تنسون كان معاكم فهد الشيحة. يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.